خلينا نشوف ما حدث مع الأهلي. الأهلي أبدع وأمتع زي ما قالت المسا. والحقيقة المعلق التونسي الكبير والصديق العزيز عصام الشوالي واحد من الناس تستمتع ليهم أو الناس تحب تستمتع لتعليها، بالذات لما يبقى في مباريات أفريقية، يبدو رأيه باستمرار تجاه النادي الأهلي فيه نغمة من الحب، وأنا عارف قدر أهلاويته وقدر عشقه للترجي في آن واحد. لكن فوجئت بعد المباراة، ناس كتير انتقدت، أنا مش عارف ليه، واعتقدت أنه عصام الشوالي كان ضد الأهلي. هو ما كانش ضد الأهلي ولا مع الوداد. لاحظوا أن دي قناة عامة بتذيع البطولة، يعبر على مشاعره. أنتوا سبتوا كل ده ونسيتوا اللي قاله عصام الشوالي لحظة إحراز أفشى الهدف الأول. الاهلي بادي مليح، والاهلي يريد الضغط على الفريق الودادي. خطيره خطيره خطيره، جول! الهدف الاول للاهلي. ان تكون اهلاوي هي نعمه، ان تكون اهلاوي هي نعمه، ان تكون اهلاوي هي نعمه. يعني الراجل بالثلاثه، ان تكون اهلاوي هي نعمه، يعني دي لو خدتها في الماتش كله كفايه يعني. وان تكون محبوب جماهير الاهلي عصام هي نعمه ايضا.